السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من سيدي محمد الشريف. تغيرت المعطيات هنا بسيدي محمد الشريف. عملية الحفر متواصلة، هي عملية التشجير قادمة هنا بسيدي محمد الشريف. انفاس مع يعني المصحة ديال تمارا، كنتمناو من الله انه الملف ديال افراد جيش لودايا في اقرب وقت يخرج الارض للوجود، لان كما كيعرف الجميع ان الناس كانوا كيقتاتوا من هذه الارض، كانوا كياكلوا من هذه الارض، كانوا كياكلوا ويشربوا من هذه الارض. هذه نتمناو من الله الافراج عما قريب على المستحقات ديال افراد جيش لودايا، لان كاين الناس اللي كاريه وبثمن راه ما يمكنش، كاين الناس اللي كاريه بثمن غالي الاخوان. وكنعرفوا الكرا شنو دار، الكرا دار القرون فالوقيته اللي بدات العمليه ديال الهدم في مدينه تمارا بصفه عامه، عمليه الهدم الخاصه بقاطني دور الصفيح. فما بالكم اليوم كنشوفوا افراد جيش لودايا حتى هما خرجوا للكرا، يعني كنهضروا على الكرا اللي وصل 2000 درهم و300 و3000 درهم و4000، اذ انه كنهضروا على دار فيها 5 ولا 6 العائلات، فتقريبا الكرا كيتجاوز واحد المليون حتى المليون ونص. هاد البلاصه كلها تحفرات، هاد البلاصه كلها غادا تضرب بالشجر، هاد البلاصه كامله غادا تغطى هنايا. نتمناو من الله الخير والتيسير. هذا هو اللي كاين. هاد البلايص كلهم اللي كتشوفهم معلمين هنا بالبيض، هادو كلهم غادي يتغرسوا، اي تغيرات الامور. غادي نشوف صاحب السياره منين غيخرج باش ندخل، لان كاين الحفار هنايا. نتمناو من الله الخير والتيسير يا رب. كما كتشوفوا عملية الحفر متواصلة، غادي نحاول نشوف إلا لقيت منين ندوز، غادي نحاول نقربكم الإخوان حصريا على القناة ديالكم. نشوف الى لقيت منين ندوز. تغيرات الامور الاخوان هنايا، تغيرات المعطيات هنايا، الالاف ديال الاشجار غادي تغرس في سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربيه كما كتشوفوا معايا. نحاول ندور من هنا، الأرض مغيسة، نطلب الله السلام. هادشي كلشي غيتغرس، هادشي كلو غيتغرس الإخوان. هاد الأرض كلها اللي خاوية هنايا غتغرس. كنتمناو من الله الإفراج على المستحقات ديال الودايا يا ربي، وتا شي واحد ما يضيع وتيسر الامور، لانه كنشوفوا عمليه التشجير هنايا انطلقات، وكنشوفوا ان اغلب العائلات كانت المصدر ديال القوت ديالهم هاد الارض هادي. شفنا لافوكا، شفنا الخير ديال الله كيفاش مشى، شفنا بزاف ديال الامور. يا ربي تفرج على الودايا، هادشي اللي كنتمناو. المسطرة القانونية راه غادا، حطينا لكم الإخوان البالغ الأخير ديال النواب اللي تواصلوا مع رئيس مصلحة الشؤون القروية. دخلت نشوف نكتشف شنو باقي هنا لداخل، شنو واقع. الحمد لله على تشتي والخرة،
السلامة، نسأل الله السلامة. نحاول نقربكم الإخوان. واحد طلع شكون طلع معاه من هنايا، يا ربي ما نكونش زقلت الدخلة. اخوان انا فين كانت عندنا المدرسة، والجامع كله غادي يدوز بعملية الشجار. الالاف ديال الاشجار غادي تغرسو هنايا البلاصة اللي ما مقاداش كدوز فيها التراكس، هنايا. عرفتوا الاخوان باش نكتشفوا لكم شنو واقع هنايا خصنا نطلعوا على رجلينا، باش هبط على رجليك هنايا خلاص حد دعوة. خصوصا انا بوحدي هنايا صعيبة. عملية الشجير انطلقت في ولاد مطاع الغربية وفي سيدي محمد الشريف على المستوى اللي واصل للنيفو ديال الغابة. يعني الاخوان القضية صحيحة فيما يتعلق بالجزء التابع للحزام الاخضر، فراه غادي يتم الشجار ديالو بالكامل. نتمناو من الله بحال الوتيرة اللي كنشوفو فيها الاشغال في مدينة تمارة، نشوفو الوتيرة كذلك في الملف ديال الودايا، ونشوفو كذلك الوتيرة في الملف ديال الشكايات ديال القاطني دور الصفيح كذلك، ومثال بالنسبة المشاريع الخاصة بالعقار اللي فيهم إشكالات كبيرة حتى هما. الله يفرج على الجميع يا ربي، الله يفرجها على الجميع. ويا تغيرات الأمور، تغيرت المعطيات. يا ربي انا عقل منين دخلت، انا الطريق انا كله تقريبا حفروها. هادشي كلشي اللي على اليسار ديالي الاخوان غادي تغرس الشجر، وهادي الطريق اللي كتخرجنا مباشره في المصحه ديال الحمد. خرجت من هنايا، من هنا يا ربي ما تشوفش ديال الطوموبيل. هادشي كلشي اللي مطراسي غادي ندوز فيه ما يدوم حال الاخوان، والله العظيم ما يدوم حال. ماذا عسانا ان نقول؟ انا لله وانا اليه راجعون. كلشي تغير في رمشة عين. ربما انا ما كنت ساكن هنا مع الودايا، وما كنت ساكن مع الناس هنا، وما كنتش كنحرج ولا العالم، ولكن واحد الاحساس غريب الاخوان. ما بالك بواحد متعلق بالارض وتزاد ولاده هنا وكبروا هنا، فما ساهلاش. وكنت كنقولها في فيديوهات قبل، والله ما ساهله. الله يدير شي تا ولد الخير، والله يدير شي فرج.